ولمناقشة الملف التركي أو الدور التركي في انضمام السويد إلى حلف الناتو، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي الأستاذ معين نعيم. مرحبا بك معنا. شكرا. أستاذ معين، ما أسباب موافقة أنقرة المبدئية على حصول السويد على عضوية حلف الناتو؟ ما الذي تغير في موقفها؟ أعتقد أن اللحظة الأولى كانت تعرف أنها ستأتي إلى هذه اللحظة، لحظة الموافقة، لذلك قدمت العديد من الشروط وطالبت كما تعلم السويد باتخاذ قرارات وإجراءات ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني وأنصاره في السويد. مع الأسف المعروف أنهم يتدربون حتى على بعض الأعمال القتالية هناك وتحت مرأى ومسمع الدولة. واضح أن تركيا خلال الدورة تسعى بشكل كبير لتخفيف حدة التوتر مع الغرب ومع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لأنها وهي تعلم أن مطلب انضمام السويد هو مطلب سويدي أمريكي في نفس الوقت، لذلك أرادت أن تفاوض على العديد من المطالب، منها المعلن ومنها غير المعلن. وأعتقد أن ما حدث اليوم مؤشر أن هذا الطلب هو تمت على الأقل الاستجابة الأولية بالمناسبة له في مقابل عدد من النقاط. أولا السويد وتعهدها بمكافحة الإرهاب أو التعاون مع أنقرة، وهذا كان في البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين إن صح التعبير، أنه أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني حزبا إرهابيا وأنها ستتعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب. النقطة الضعف هنا أن السويد قالت هذا الكلام لكنها عمليا لم تغير حتى اللحظة في قوانينها مما يسمح لها بتجريم ومكافحة الإرهاب عمليا. هل ستستمر السويد بهذا النغم أو بهذا النمط من العمل ومحاولة الضغط على أنصار حزب العمال الكردستاني لوقف نشاطهم، أم أنها ستغير قوانين؟ هذا الأمر سيتضح في الفترة القادمة، وهذا كان أيضا أعتقد أنه السبب الذي دفع الرئيس أردوغان إلى تحويل الملف إلى البرلمان لكسب بعض الوقت وأخذ بعض الضمانات عليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن موقف التركي منذ حوالي أسبوع بدأ يتغير تجاه الملف، أو إن صح التعبير في موضوع العلاقات الأمريكية التركية والتركية الروسية، عندما بدأ التقارب بشكل أوضح على الأقل مع أوكرانيا والإفراج عن الأسرى الأوكرانيين وتسليمهم لأوكرانيا مرة أخرى رغم عدم رغبة روسيا بذلك، كلها كانت مؤشرات أن تركيا تريد على الأقل أن تتخذ موقف أكثر قربا من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تركيا بهذه الطريقة ستكسب على الأقل التقارب الأمريكي وفي نفس هذا هو السؤال أستاذ معين، ما الذي ستكسبه أنقرة من هذه الخطوة؟ الموضوع الأول، الموضوع العاجل جدا بالنسبة لأنقرة، موضوع الـ F-16، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي رهنت الموافقة على بيع طائرات الـ F-16 لتركيا مرة أخرى والاستمرار فيها بالموافقة على دخول السويد، أيضا إعادة تحريك ملف الاتحاد الأوروبي التركي هو ملف مهم جدا بالنسبة لتركيا، وأعتقد أنها حاولت عدة مرات، لكن كما تعلمون في السنوات الأخيرة حدث الكثير من المواجهات الدبلوماسية بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي مما دفع هذه الدول للضغط على إيقاف الحوار مع تركيا حول الانضمام. واعتقد ان حديث اليوم من عدد من الدول الاوروبيه ليس من السويد وحدها الايجابي على هذا حول هذا الملف يؤكد ان تركيا قد استطاعت ان تعيد ملف انضمامها الى الاتحاد الاوروبي الى الطاوله، لكن كما ذكرت لك الامر ما زال على الاقل توافقا حذرا من الطرفين. الأمريكان وعدوا وأعلنوا عفوا رغبتهم وسعادتهم بأنهم بالبحث في إتمام ملف الـ F-16، السويد وعد بمكافحة الإرهاب وتركيا وعدت بالموافقة على الانضمام عبر البرلمان، لكن هذا أعتقد أن الأطراف جميعا موضوع الثقة بينهم ما زال لم يصل لحد الموافقة التامة، فالكل أعطى موافقات أو إن صح التعبير إشارات إيجابية لكنه لم يعطي قرارات نهائية في هذا الأمر، لأن تركيا تريد أن تضمن بعض المكاسب
والأطراف الأخرى يريدون حتى أن تضمن يضمن بعض ذلك. المكاسب سيد معين، هل ثمت تعهدات أو ضمانات حقيقية ملموسة؟ على الأقل رسميا لا يوجد أي إعلان عن أي ضمانات، كلها عبارة عن حديث ومواقف معلنة عبر القيادات لهذه الدول. على سبيل المثال الأمريكان عبر لسان وزير الخارجية الأمريكي، السويد عبر لسان خطاب الرئيس السويدي، لكنها ليست قرارات معتمدة وموثقة إن لم يكن هناك اتفاق غير معلن قد تم بين هذه الأطراف أو توافق غير معلن نعم. قد تم بين الأطراف، وهذا لن يثبت إلا بعد التنفيذ العملي لهذه التعهدات التي تقول تركيا أنها أخذتها من الأوروبيين وخاصة من السويد في المساهمة في مكافحة الإرهاب، وكذلك تسهيل إعادة الحوار لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مرة أخرى. كما تعلم هذا يتطلب من تركيا مزيد من التوازنات، ولا سيما في علاقتها مع روسيا التي تعتبر أن توسع فعلا حلف الناتو يشكل تهديدا عسكريا عليها، خاصة أنها تخوض حرب في أوكرانيا. صحيح، أعتقد أن تركيا بدأت في التراجع على الأقل في حدة تقاربها واقترابها من روسيا، وأعتقد أنها رأت أنه ليس الغرب لوحده لكن كثير من دول البلوك الشرقي إن صح التعبير ومنها الصين والهند ما زالت رغم طول مدة الحرب تقفان على شبه الحياد إن صح التعبير في المسألة، وهذا ما شجع تركيا أن تعود خطوة إلى الوراء في موضوع العلاقة وتقترب أكثر إلى الموقف الأوروبي الغربي الأمريكي في موضوع أوكرانيا، وهذا أعتقد أن تركيا حسبت المخاسر وحسبت التوقعات، لأن لا أعتقد أن روسيا اليوم في وضع يعني يسمح لها بزيادة حدة العلاقة مع دول مهمة في ملف التوازنات بين الغرب والشرق مثل تركيا، لذلك أعتقد أن الموقف التركي رغم أنه قد أزعج روسيا لكن تركيا تعتقد أو أن القيادة التركية تعتقد أن حجم الغضب الروسي لن يصل لمستوى لا تستطيع تركيا تحمله، لذلك تقدموا الخطوة الأولى في الموضوع الأوكراني ثم اليوم تقدموا في الموضوع الموافقة المبدئية على الأقل على انضمام السويد للناتو عبر تقرير قرار البرلمان خلال الأيام القادمة. برأيك أستاذ معين، كيف يمكن أن ينعكس انضمام السويد إلى الناتو في مسار حرب أوكرانيا؟ هل سيتجه إلى مزيد من التصعيد إطالة أمد الحرب أم تقصير؟ لا أعتقد أن السويد مشكلة بالنسبة لروسيا، فالسويد ليس ضمن ساحات المعركة الروسية إن صح التعبير، فروسيا حتى في أوكرانيا هي ليست لا تستهدف حسب تصريحات الروس، وأعتقد حتى عملياتيا روسيا لا تستهدف اجتياح أوكرانيا كاملة بقدر ما تريد أن تصنع لنفسها منطقة رمادية أو منطقة فاصلة بين الاتحاد الأوروبي عفوا الناتو والأراضي الروسية عبر اجتياح أو السيطرة أو على الأقل تسليم مناطق حدودية كبيرة حتى لعمق معين لموالين أو مقربين من روسيا في داخل أوكرانيا لتضمن أن تكون في حال حدثت ألا تكون منصات صواريخ الناتو على حدودها مباشرة، وهذا ما لا أعتقد أن السويد هدف من أهداف على الأقل الروس في المنظور القريب، فالدول الأقرب من السويد إلى أوكرانيا هي أصلا أعضاء في الناتو، لذلك المعركة أبعد من هذا الشكل، لكن أعتقد أن الملف السويدي زاد تأثيرا وزاد تفعيلا أكثر لأن الاتحاد الأوروبي الآن بعد أن كان يحلم بفكرة الناتو الأوروبي إن صح التعبير أو القوة العسكرية المتحدة الأوروبية، الفكرة التي كانت تطرحها فرنسا لكنها لم تتلقى أي استجابة، أشارت هذه الدول مثل السويد والدول الأخرى الضعيفة إن صح التعبير عسكريا أن تبحث عن حضن تحتمي به أو حضن عسكري إن صح التعبير تحتمي به، وكان الناتو هو البديل الأوحد المتاح له. لعل هذا أخيرا أستاذ معين يعني يدفعنا للسؤال عن أبرز ملامح السياسة الخارجية التركية بعد الانتخابات الأخيرة، هل ثم التغيير واضح لاحظته خلال الأسابيع الماضية؟ واضح جدا منذ تشكيل هذه الوزارة وعبر الشخصيات الموجودة في هذه الوزارة أن السياسة الخارجية التركية ستشهد تحركا كبيرا وانتقال من حالة المواجهة أو الجمود في كثير من الملفات إلى تحريك كل الملفات
بأيدي ناعمة، أيدي الاستخبارات قديما الخارجية حاليا، وأيدي المسؤول الأول أو الرجل العقل الأهم في عقول رئاسة الجمهورية الذي أصبح رئيسا للمخابرات. لذلك أنا أعتقد أن التغير سيكون قوي وفعال، بل قد يكون هناك مواقف غير متوقعة من تركيا في الانتقال نحو الاقتراب على الأقل من البلوك الغربي عالميا، لتخفيف حدة الضغط على تركيا، لتسهيل الوضع أو على الأقل لدعم الواقع الاقتصادي الجديد، وكذلك لتسهيل دور الفريق الاقتصادي التركي في إعادة الاقتصاد التركي لما كان قبل الأزمة وقبل كورونا. أشكرك جزيلا السيد معين نعيم، الكاتب والباحث المتخصص في الشأن التركي، شكرا لك.